الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلم بإذن الله تعالى عن نبذة يسيرة مختصرة جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهم ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لابد أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم الأولاد، نعلم الصغار، نعلم الكبار سيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أولا الاسم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، أبوه عبد الله. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب يا عبد عبد الله يا عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من قريش. هاشم من قريش. وقريش من العرب. قريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل. إسماعيل هذا ابن إبراهيم. عليهما إسماعيل وإبراهيم أفضل الصلاة والسلام أنبياء، وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. العرب من العرب إسماعيل إبراهيم. نعم. إذن هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا فرق بين العرب ولا غير العرب إلا بالإيمان بالتقوى. عرب و عرب سانقا هي عرب إس شيء عبود جدا تان تقوى حالك يا ميد الله يا ميد كميشي جل عبود تا توقاس من أفضل العلماء وأفضل الكتب عندنا كتاب من؟ كتاب الإمام البخاري. البخاري ليس بعربي، رفعه الله لأنه سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا فرق بين العرب ولا غير العرب إلا بالإيمان والتقوى والعمل. نعم. البخاري ومسلم. نعم. البخاري ده يكون عربي يعني. البخاري عربي يعني. لذا عربي ده هي عربي أصلاً. جلو شيء جلو أصلاً. ده ميدو ميجوده أصلاً. هو لما يكون أتقوى حرام يعني كميشي حرام يطول وعلم. يتعلم ويعمل ويدعو، يتعلم ويعمل ويدعو، هذا الذي يرفع المرء. نعم.
إذا تعلم وعمل ودعا إلى الله هذا الذي يرفع الإنسان، هذا الذي يجعله قريب من الله سبحانه يدخل الجنة. لا لا معنى هذا أن العرب يدخل الجنة وغير العرب لا يدخل الجنة، لا، علم وعمل ودعا هذا اللي يدخل الجنة. Allah haram ini bersama di kota Rabu Yunus di Bumpa Yunus di Dewa Kusara ini ke Tawar Tanda yang terasa haram biar aku sampai kau Abu Lahab amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nar nasal afiyah sallam Arabi Abu Rahab Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab Abu Rahab Lahab Abu Lahab 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 Abu Lahab نعم عربي الإسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله نعم بلال رضي الله عنه من الحبشة وهو في الجنة. بلال رضي الله عنه. بلال ابن رباح. بلال شوية وحسن الله. بلال. إثيوبيا إسر دوم. خنيمكو عربي عربي يعني بلد كندو جنة جنة بلال. نعم. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أين ولد؟ في مكة أو في الطائف أو في المدينة؟ مكة إسكان رسمك طائف في إسكان رسمك مدينة إسكان مكة ولد بمكة عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم مكة إسكان رسمك نعم ولد بمكة في عام في سنة تسمى هذه السنة ويسمى هذا العام عام الفيل عندما حدثت حادثة الفيل هذا العام ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا هدم بيت الحرام هدم مكة فولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نعم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذا العام ولد به النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه السنة ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب ولد عليه الصلاة والسلام يتيما مات عبد الله قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاه ويكفل ويربيه جده عبد المطلب هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في كفالة جده نعم ثم بعد هذا عندما مات عبد المطلب كان في كفالة عمه أبو طالب أخو عبد الله مات عبد المطلب ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان في رعاية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله أبو طالب أبو طالب علي بن أبي طالب أبو طالب علي بن أبي طالب نعم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة 63 سنة
نعم. 63세까지 نعم. قبل أن يبعث 40 سنة و23 نبيا ورسولا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي كان له من العمر 40 سنة. نعم. 사도님께서 사도직을 부여받은 때가 그분의 나이 40세였을 때였습니다. 나 23세 نبيا ورسولا يبلغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام. 23세. 나 40 زائد 23 يساوي 63. 그래서 63세에 돌아가셨는데 62세에 돌아가셨는데 23년간 돌아가신 40세에서 돌아가신 أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق. نعم هذا أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام من القرآن. 이것이 우라 최초의 계시죠. 나. 안나비 알레이히 살라투 왔살람. 할 후와 나비 아우 라술? 아, 사도님은 나비냐 라술이냐? 후와 나비 와 라술. 아, 그분은 나비도 되고 라술도 되냐? 나. 카나 안나비 유바스 일라 카우미히 카사. 야니 모사 알레이히 살라투 왔살람 부이사 일라 알예훗. النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث إلى العرب فقط أو إلى الثقلين الجن والإنس؟ ما هو الصحيح؟ 그 여러분들이 잘 알고 있는 모세 무사 무슬림들은 무사라고 모세로 잘 알고 있는 무사는 어떤 특정한 민족 야곱 유대인을 위한 유대인만을 위한 그런 사도로 보내주셨는데 무함마드 사도님은 بعث إلى الثقلين الجن والإنس النبي صلى الله عليه وسلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس والجن نعم إلى ماذا يدعو؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث لماذا؟ حتى يدعو الناس إلى التوحيد ويبعد الناس عن الشرك. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سوى الله، ترك الشرك والبدع والمعاصي. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له من الأولاد 7 أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7 الذكور والإناث 7 صدام كسان 7명의 자녀를 두었습니다 남자에서 7명의 القاسم القاسم وكان كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم عليه الصلاة والسلام هذا القاسم كذا 사도님의 분야, 사도님의 배치 우리를 보면 동네에서 누가 아버지, 누가 아버지 그래서 아부, 아부가시라고 사도님 부를 때 아부가시 와 이브라힘 그리고 또 이브라힘이라는 아들이 있었어요 와 압둘라 압둘라라는 아들이 있었어요 نعم, 하다 압둘라 يقال له الطيب والطاهر 이 압둘라는 الطيب والطاهر라는 그런 نعم. نعم. هذا 3 ذكور. 4 إناث. فاطمة. فاطمة. وزينب. زينب. ورقية. رقية. وأم كلثوم. أم كلثوم.
كل هؤلاء السبعة ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. إبون جادري دا سامي دورا سجنة جاشتي جو دورا فاطمة. فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فاطمة هل جاشتي فاطمة سامي دورا سجنة من يوم ديال ستة أشهر. نعم. طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. يدعو إلى الله إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام. يدعو إلى الله منذ أن بعث أن توفاه الله، يدعو إلى الله يعلم الناس التوحيد وجاهد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي مات عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين الله، انتهى الأمر، هذا الدين دين كامل الحمد لله. نعم. فرض الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات المفروضة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، صلى في مكة ثلاث سنوات في مكة، فرضت الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات من الهجرة فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. نعم. قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بثلاث سنين فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. نعم. الغزوات كثيرة، المعارك كثيرة، الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، أهم هذه الغزوات سبعة، هذه المهمة عندنا سبعة. بدر، أحد، أهود، الخندق، خندق، فتح مكة، مكة، حنين، تبوك. نعم. والحديبية. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة وأهل مكة منعوا من أداء العمرة. نعم. عمره
نعم، حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. في حياته مرة واحدة، هذا اللي نعلم. نعم. واعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام. نعم، أربع مرات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثله مثلنا، تميز عنا بأنه يوحى إليه، ينزل عليه جبريل بالوحي. نعم، وأرسل الله إليه سبحانه وتعالى. نعم. لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعبد إلا الله. 그렇기 때문에 사도님을 신으로 여기고 그분을 신으로 섬겨서는 안 됩니다. دفن عليه الصلاة والسلام في المدينة في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المدينة. في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. عائشة نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. آمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.